رجل البنتاغون المفضل. لهذه الأسباب لن يستطيع بايدن الضغط على السيسي. منذ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سادت حالة من القلق وعدم الارتياح أوساط النظام المصري، قلق قابله موجة تفاؤل حذرة لدى معارضي النظام. فعلى جانب الحكومة، يخشى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورموز نظامه ليس فقط من فقدان حليفهم الموثوق به في البيت الأبيض دونالد ترامب الذي لقب السيسي بديكتاتوره المفضل، ولكن أيضا من غموض موقف الإدارة الجديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع القاهرة، خاصة في ضوء التصريحات اللاذعة الصادرة عن بايدن وفريقه بشأن وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الأراضي المصرية. على الجانب المقابل، يمتلك المعارضون المصريون بمختلف أطيافهم أسبابهم الخاصة للتفاؤل بقدوم بايدن. قد شغل الرئيس المنتخب منصب رئيس نائب الرئيس في الإدارة الديمقراطية السابقة تحت قيادة باراك أوباما، التي تفاعلت بشكل إيجابي مع دعوات لتعزيز الديمقراطية التي اجتاحت المنطقة إبان الربيع العربي، ودعمت المطالب الشعبية لإنهاء حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، على الرغم من أن بايدن لم يقدم تعليقات مفصلة حول سياسته تجاه الشرق الأوسط ومصر على وجه الخصوص خلال حملته الانتخابية. فإن وعوده المتواترة بتبني سياسة خارجية تقوم على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أسهمت في تعزيز ذلك الشعور بالأمل. هذه المشاعر الإيجابية تنامت مع توالي التصريحات الصادرة عن بايدن ورموز إدارته، وعلى رأسها التغريدة التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية في يوليو الماضي، وأكد خلالها أنه لا ينوي منح المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل، وذلك في معرض تعليقه على حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التي استهدفت نشطاء حقوق الإنسان في مصر، فضلا عن الدعوات المتكررة الصادرة عن النواب الديمقراطيين في الكونغرس للضغط على نظام السيسي. لكن ما يطمئن السيسي ونظامه ويكدر صفو معارضيه في الوقت نفسه هي الحقائق التي يدركها الكثيرون اليوم جيدا حول طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، وعلى رأسها أن هذه العلاقات لا تدار من خلال التصريحات التي يطلقها المرشحون خلال الحملات الانتخابية، وأن الروابط الثنائية بين القاهرة وواشنطن تعد إحدى ركائز السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بغض النظر عن هوية ساكني البيت الأبيض وقصر الاتحادية، وحتى بغض النظر عن الموقف الشخصي للرئيس الأمريكي تجاه الطريقة التي تدار بها شؤون السلطة في مصر. تأرجحت مصر الحديثة طويلا منذ استقلالها بين الاعتماد على الغرب بوصفه ضامنا أمنيا واقتصاديا، وبين ميولها القومية المتأصلة التي دفعتها للتقرب مع السوفيات. ولكن منذ توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل في أواخر السبعينيات، وتخلى الرئيس المصري أنور السادات عن سياسات العهد الناصري، أصبحت واشنطن الشريك الاستراتيجي الأهم للقاهرة، فيما تحولت الأخيرة بفضل وزنها الديمغرافي وموقعها الاستراتيجي على مفترق طرق تجارة النفط بين الشرق والغرب، وأيضا وجودها في قلب منطقة الشرق الأوسط صاحبة الأهمية الكبرى في السياسة الأمريكية، تحولت إلى أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. وبفضل هذه الشراكة أصبحت مصر رابع أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية في العالم، وكما تشير البيانات الصادرة عن الخارجية الأمريكية، فإن مصر تلقت ما يعادل 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية منذ سنة 1980، وقد أسهمت برامج المساعدات مع ما صاحبها من توريدات للأسلحة والمناورات المشتركة وبرامج التأهيل والتدريب وحتى العمليات العسكرية. أسهم كل ذلك في تعزيز العلاقات المؤسسية بين واشنطن والقاهرة على مستويات الأمن والاستخبارات والدفاع، وساعدت في دمج الجيش والمؤسسات الأمنية المصرية ضمن المنظومة الاستراتيجية الأمريكية، وحصنت العلاقات المصرية الأمريكية من التقلبات السياسية في كلا البلدين. في عهد ترامب جرى تجاوز جميع الخلافات السياسية العارضة، ووصلت العلاقات بين القاهرة وواشنطن إلى درجة غير مسبوقة من الانسجام والتعاون، حيث أقام السيسي وترامب علاقة شخصية قوية تطورت بشكل أساسي بسبب موقف ترامب المناهض للإسلام السياسي وجماعة الإخوان، وهو موقف يتطابق تماما مع موقف القاهرة والسيسي تحديدا، فضلا عن لا مبالاة ترامب الواضحة تجاه مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا مبالاة ترجمها السيسي إلى ضوء أخضر لتعزيز سياسات القمع.
وبجانب ذلك أطلق ترامب يد السيسي في التصرف بحرية في جميع الصراعات التي تمتلك فيها القاهرة مصالح أو رؤية خاصة، بما يشمل السباق على الطاقة في الشرق الأوسط ودعم خليفة حفتر في ليبيا على حساب الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة نفسها، وحتى في مسألة الحدود مع السودان وحوض النيل والمفاوضات حول حصص المياه مع إثيوبيا، لدرجة أن ترامب منح القاهرة ضوءا أخضر للتحرك بحرية أكبر في ملف سد النهضة، على الرغم من أن القاهرة لم تغتنم هذه الفرصة بشكل جيد. في مقابل هذه التسهيلات، منح السيسي ترامب دعما حاسما في تمرير خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة باسم صفقة القرن، على الرغم من انحيازها الفاضح ضد الحقوق الفلسطينية. وعزز السيسي التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وقفز بالعلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل إلى مستوى غير مسبوق، وانخرط في جميع التحالفات الإقليمية التي سعت واشنطن إلى تأسيسها، وبدأ أن صفقة مقايضة التعاون الأمني والسياسي مقابل تجاهل واشنطن للشأن الداخلي في مصر هي الصيغة المثلى لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية من وجهة نظر كل من ترامب والسيسي. ما هي أوراق السيسي الرابحة؟ إذا كان لنا أن نختار أمرا أجاد فيه نظام السيسي بخلاف إسكات خصومه بالقمع والترهيب، فسيكون هو قدرته على اللعب على أوتار مخاوف وتقلبات القوى الدولية برشاقة. ومن المتوقع أن تكون هذه المهارة هي ورقة السيسي الأهم في تعامله مع الضغوطات المحتملة والتوترات المتوقعة في العلاقات المصرية الأمريكية في عهد جو بايدن. ففي الوقت الذي ستحافظ فيه القاهرة وواشنطن على وتيرة التنسيق التقليدية على مستوى الاستخبارات والدفاع، فإن مصر ستستثمر بجدية في تعزيز تحالفاتها السياسية وكذا الأمنية والعسكرية مع شركاء آخرين بخلاف الأمريكيين. وقد قطع نظام السيسي بالفعل شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، فأقام علاقات قوية مع الصين وروسيا، ليس بشكل اقتصادي فقط ولكن أمنيا وعسكريا أيضا. فعلى سبيل المثال، اتخذت القاهرة قرارا حاسما عام 2018 بشراء طائرة حربية من طراز سوخوي 35 من روسيا رغم اعتراض واشنطن، كما تشغل مصر الطائرات بدون طيار الصينية من طراز وينغ لونغ في قواعدها العسكرية قرب الحدود الليبية. عزز نظام السيسي أيضا من علاقته الأمنية مع العديد من القوى الأوروبية، وبعكس النظرة السائدة في زمن مبارك التي كانت تعتبر تلك العلاقات امتدادا طبيعيا للتعاون مع واشنطن، تكتسب علاقات السيسي مع القوى الأوروبية أبعادا أكثر استقلالية، ويظهر ذلك في علاقات مصر مع فرنسا على وجه الخصوص، حيث تظهر إدارة الرئيس الفرنسي ماكرون رغبة كبيرة في توريد الأسلحة وتعزيز التعاون الأمني مع القاهرة، دون ربط هذا التعاون بتحسن حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة مع شهية القاهرة المتزايدة لتعزيز ترسانتها العسكرية التي حولتها إلى ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم، ومنحتها مرونة في تنويع مصادر التسليح وتخفيف اعتمادها الحصري على المعونة الأمريكية في هذا المجال. في سياق ذاته، عززت مصر أيضا من تعاونها الأمني مع عدد من الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم دول الخليج العربي والأردن وحتى العراق. وعلى الرغم من أن معظم هذه الدول حليفة للولايات المتحدة، فإن تعزيز التعاون بينها خارج المظلة الأمريكية يبين رغبة واضحة في إظهار الاستقلال، خاصة أن القاهرة تدرك أن لديها هامشا أكبر للمناورة السياسية في الوقت الراهن في ظل التحسن الملحوظ في أرقام الاقتصاد الكلي مقارنة بما كان عليه الحال قبل 4 أو 5 سنوات. على الرغم من كل ذلك، ستظل هناك فوارق محسوسة في الطريقة التي سيتعامل بها بايدن مع النظام المصري مقارنة بزمن ترامب. وعلى الأرجح، فإن إدارة بايدن ستوجه بعض الانتقادات اللاذعة لسجل القاهرة الحقوقي وحملتها ضد المعارضين والناشطين. نرجح كذلك ألا تقف الإدارة الجديدة في طريق أي تشريعات يسعى الكونغرس لتمريرها حول حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، وقد تستجيب أيضا لضغوط تعليق بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لفترة من الزمن. وأخيرا، فمن المرجح أن بايدن لن يغامر باستضافة السيسي في البيت الأبيض أو زيارة القاهرة بنفسه على الأقل خلال النصف الأول من ولايته. لكن باستثناء هذه التغييرات البروتوكولية والشكلية في مجملها، من غير المرجح أن تشهد العلاقات المصرية الأمريكية أي تغييرات جوهرية خلال الفترة المقبلة، ولن تنجح الإدارة المقبلة في إحداث تغييرات حقيقية،
في الطريقة التي تحكم بها مصر على الأقل خلال السنوات الأربع المقبلة.